ورجعنا لكم تاني مشاهدين عشان نبدأ يومنا النهاردة بفقرة الصحافة عشان نعرف أهم العناوين والأخبار اللي موجودة في كل الجرائد. بس في الأول أحب أرحب بضيفنا اللي موجود معانا النهاردة في الاستوديو، وهو الأستاذ الصحفي عماد الدين حسين، هو مدير تحرير جريدة الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك. تعالى كده مع بعض نستعرض الأخبار ونرجع نتكلم عن خبر خبر. تفضل. أول خبر معانا مشاهدينا هو في الأهرام، بيقول مجلس الوزراء يقر قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين. الأهرام صفحة أولى بيقول واشنطن تنفي عرضها إرسال قوات أمريكية لحماية الأقباط. المصري اليوم صفحة أولى توابع ماسبيرو، البورصة تخسر 5.2 مليار، وزير الصناعة الاقتصاد سيتأثر بالأحداث. الأخبار لجنة تقصي حقائق في ماسبيرو في أحداث ماسبيرو وقرية المريناب. الشروق الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم أحداث ماسبيرو. الشروق صفحة الأخيرة إسرائيل تقبل نشر قوات مصرية إضافية في سيناء. المصري اليوم الإحصاء التضخم يرتفع ل1.5% في سبتمبر بسبب أسعار السلع الغذائية الأساسية. وأول خبر يا أستاذ عماد هو مجلس الوزراء يقر قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين، رأيك إيه؟ هل هو متأخر القرار ده ولا شايف ان هو اخذ الوقت الطبيعي بتاعه؟ متاخر جدا للاسف الشديد، لكن في السياسه يعني ان يحدث شيء متاخرا خير من ان لا يحدث ابدا. يعني من الكوارث ومن الماس ان احنا انتظرنا 25 ضحيه وحوالي 329 مصاب عشان نطلع هذا القانون. للاسف الشديد البعض ممكن يقرا هذه الاحداث بهذا المنطق الشديد ان احنا نتاخر كثيرا في تحقيق اشياء ومطالبات لبعض الطوائف زي الأخوة الأقباط، ليهم مطلب رئيسي جدا بتقنين وضع دور العبادة الخاص بيهم. لو تذكري حضرتك في بعد كارثة إمبابة، يعني بعد صول في قرية صول، كنيسة قرية صول في أطفيح حلوان، ثم كنيسة إمبابة اللي كانت أظن في مايو الماضي، كل تيار وطلع القانون وقال إن هو ده مشروع القانون وجاهز للإصدار خلال أيام، اتنام خالص، تم اغلاقه ووضعه في ادراج وانتهى وكانه مفيش مشكله خالص. حصل ما حصل من كارثه كبرى هندفع ثمنها كتير جدا. السبب ده من جانب مين؟ يعني كل التجاهل ده من الحكومه طبعا الحقيقة. تتحمل الحكومه، يعني هي الحكومه اللي اعلنت بوضوح ان المشروع قانون عباده واضح وموجود والناس اتناقشت حواليه واختلفوا حول بعض التفاصيل الفنيه. لم تكلف الحكومه خاطرها وبتطلع تقول للناس يا اخوانا المشروع احنا عملناه واللي معترض عليه فلان معترض عليه بسبب كذا، او مش هنعمله دلوقتي او هنأجله. تم التعامل مع الموضوع كأن شيء لم يكن. حصل يعني كما تعلمين الحوادث يعني بزور الفتنة الطائفية او الاحتقان الطائفي في مصر عبارة عن ايه؟ معظم قرى الصعيد وبعض القرى الواتي البحري لا توجد في كل قرية كنيسة، لان احيانا بعض عدد السكان بيكون قليل على سبيل المثال، بيروحوا مشوار بعيد قوي عشان فبيضطر احيانا يلجا الى الصلاه في بيت او في مجمع خدمات. بغض النظر اذا صح او غلط، المفروض لو غلط الحكومه هي اللي تصلحه، ما ينفعش مجموعه من المسلمين يقوموا يروحوا مكسرين او حارقين هذا المكان بحجه ان هم بينفذوا القانون. القانون تنفذه الحكومه، ما ينفذوش افراد اكيد طبعا، لانه برضه ما ينفعش لو في مسجد. بس هو في فعلا ناس بتعمل كده؟ طبعا ممكن فيه، يعني ما هو كان اشرف بيقول في الانترو كده انه ما حدش عاجبه اصلا اللي حصل، من كل الاطياف ومن كل الاديان ومن كل الناس اللي موجوده. الفكره انا مش عايز محدش بيقبل على عمل زي ده. ليه احنا بقينا واعيين اكتر من اللازم ان انا ما اروحش اهد كنيسه؟ طب ما انا كده بعمل فتنه طائفيه، والفتنه الطائفيه ممكن تكسر اي بلد. تمام، بس ما هو في مجموعه متطرفين في الجانبين، يعني اللي بيحدث ان في مجموعه من المسلمين بيشوفوا ان ده غلط فبيروحوا ينفذوا قانون بيتهم، زي ما مجموعه من المسيحيين بيهتفوا هتافات عدائيه. يعني الفكره ان انا ما بحاولش اوصف من الصح ومن الغلط، الفكره لو الحكومه قررت انها تاخد القانون بايتها تطبق القانون مش هيبقى فيه مشكله. المشكله تتحملها بوضوح هي الحكومه، هي اللي تركت الامور حتى حصل ما حصل. الكارثه اللي حصلت دي هتسيء لوضعنا وصورتنا، الصور اللي يتم تداولها على اليوتيوب والانترنت والمواقع المنتديات للتواصل الاجتماعي في غايه السوء. للاسف الشديد نتمنى انه يكون هذا القانون يخرج فعلا، رغم انه ده لن يحل كل المشاكل. المشكله الطائفيه في مصر او الاحتقان الطائفي في مصر لن يحل قانون دور العباده فقط او اضافه ماده الى قانون منع التمييز وادانته وتجريمه، اللي هيحله مناخ عام من النهوض ومشروع قومي للبلد كلها
سيادة القانون وتطبيقه للجميع هو ده اللي هينهي المشكلة، مش أي حاجة تانية. مظبوط صح. لكن رب ضرة النافع، يعني زي ما بيقولوا إن لم يكن أتمنى بقى تكون دي آخر الأحزان، وما بين الأقباط والمسلمين وما بين الكنائس والجوامع والكلام في الموضوع ده. أعتقد إن إحنا بنخزل جدا لما الناس بتتفرج علينا بره تلاقينا بنعمل كده في بعض. إحنا بنقول كل مرة نتمنى، لكن للأسف الحلول المشاكل، حلول المشاكل لا تحل فقط بالتمنيات. يعني في تطور، البابا امبارح بعد الصلاة على الضحايا اعلن صوم احتجاجي 3 ايام، ده اول مره من 40 سنه تقريبا، من سنه من يونيو 81 لما حصلت احداث الزاويه الحمراء الشهيره ايام اخر ايام السادات قبل ما يتم اغتياله بشهرين، حصل نفس الوضع. فاحنا داخلين في سكه، احنا المفروض بنقول احنا في ثوره وفي تواصل وفي بناء، بنبتدي او بنستعد نبني الدوله على اسس جديده، اسس محترمه، اسس ديمقراطيه، اسس تعدديه. احنا دلوقتي بنرجع ما عشرات السنوات للاسف الشديد لورا، لان احنا بنعالج المشاكل بنفس الطريقه اللي كان حسني مبارك بيعالج بيها المشاكل في عهده. وتدخلاتها، هل تعتقد انه في تحريض تمويل؟ يعني بيقولوا انه كان في اسلحه مع ناس كتير، بيقولوا ان الاقباط كانوا اصلا طالعين في مسيره سلميه تماما وفجاه اتقلب الموضوع دموي جدا. انا سمعت بالامس من الدكتور محمد سليم العوة، كان له مداخله في قناه اون تي في، بيتكلم بوضوح، بيقول ان ناس من حملته الانتخابيه كانوا موجودين في المسيره وشافوا ان مسيره الاقباط كانت سلميه تماما، لكن في ناس مجهولين من حواري بجوار مبنى مزبيرو خرجوا واطلقوا النار على الجيش والشرطه. وبناء على ذلك اول ما اطلقت النيران بدات الكارثه. بغض النظر اذا كان في وارد، طبعا يعني هي في كارثه كبرى، انا في مسيره في 10,000 واحد ومعلن عنها بوضوح، ادي لها اكثر من يومين ثلاثه. يعني على اساس ان احنا شايفين السيناريو ماشي كالاتي، كل ما الفتنه الطائفيه تهدى بالظبط شويه وتبدا البلد تستريح كده والدنيا ها تبدا تمشي، يروحهم على طول يعملوا ستريس او سبوت لايت على تمام على قضيه معينه على الفتنه الطائفيه. تمام. طيب انا لما اكون حكومه ملتزمه وعارفه دوري، مش الطبيعي ان انا اتوقع ان ده ممكن يحدث، ان الاعداء بتوعي اعداء الاستقرار، احنا عندنا من اول اسرائيل هم بيعملوا ايه؟ لازم يتوقعوا مالي. طبيعي، يعني المفروض عندي اسرائيل، عندي فنون حزب الوطن، عندي اطراف كتيره جدا مش من مصلحتها ان يبقى في استقرار، عندي متطرفين مسيحيين وعندي متطرفين مسلمين، فالطبيعي ان انا اكون مستعد لمثل هذا السيناريو. الاستعداد مش ان انا اعمل حراسه امنيه بس المظاهره، ان انا امنع اسباب المظاهره. دور الحكومه هي ان هي بتطفي الحرائق ما بتولعهاش. اللي بيحدث احيانا عندنا لما انا اترك ملف ملتهب، ملف زي ملف الاحتقان الطائفي، تنهيها قبل ما تبتدي. بالظبط. انا قدر الامكان دوري ان انا اقلل كل لحظه من هذه الاشتعالات المتكرره، لكن لما بسيبها فكده انا بساعد الناس، فما ينفعش بعد كده اقول بقى ايه أوكي. الدور الاجنبي والطحن الطبيعي. يعني هي اسرائيل لا تخفي ان هي عايزه مصر تبقى يعني ملبننه ومصومله وزي ما انت عايزه. ده اكيد. احنا على العموم احنا معانا النهارده فقره برضو مع اشرف، هتكون فقره هيكلموا فيها باستفاضه وبتفاصيل عن القصه دي. خلينا نروح للخبر تاني في الاهرام، بيقول ان واشنطن تنفي عرضها ارسال قوات امريكيه لحمايه الاقباط. رايك ايه؟ لان الموضوع ده كان زمان، كان من فتره طويله، يعني قالوا ان الاقباط بيطالبوا. هذا خبر ملفت وغريب وصادم، لانه بدايه القصه انه في تصريحات كانت عاملاها هيلاري كلينتون وزير الخارجيه الامريكيه لشبكه سي ان ان الامريكيه، وقالت نسب ليها ان هي قالت ان احنا مستعدين نرسل قوات اجنبيه لمصر لحمايه الاقباط. ثم فوجئنا بالامس بسفير الامريكي في القاهره ان باترسون بتنفي ان ده حصل. ما بين صدور التصريحات المنسوبه الى هيلاري كلينتون وما بين نفي السفيره في القاهره ان باترسون، في مساحه من الغموض تركت لكي تتفاعل كل الفكره دي. هل كانت الولايات المتحده تقصد ان هي توصل رساله ان احنا ممكن نبعت قوات وبتهدد وبعد كده السفيره تسحب، ودي لعبه دبلوماسيه احيانا بتبقى معروفه، حد يقول خبر وبعد كده يتم نفيه بس الرساله بتكون وصلت، او الفتنه نفسها هتخلي نمره 2 طبعا هو مستبعد تماما ان الولايات المتحده يعني مش قادره تحمي نفسها في العراق اللي هي محتلها بالقوى العسكريه او في افغانستان، فهتيجي مصر. طبعا هذا خبر مستحيل الحدوث، يعني الطبيعه والتركيبه والظروف، في مئات الجنود والاف الجنود بيحموا السفاره الامريكيه في القاهره مصريين. بس خليني اقول لك انه كمان هيلاري كلينتون قالت او قالت تصريح انه هي بتحذر من معامله الاقليات في مصر. هذا طبيعي، يعني التحذير معامله الاقليات هذا طبيعي، ان هتقوله السفيره الامريكيه والسفير الانجليزي والسفير الالماني واي سفير، او بيطالبوا بيقولوا ان احنا بنطالب بحمايه الاقليات وحق الجميع في التعبير. هذه التصريحات الدبلوماسيه معهوده ومقبوله ومش مقبوله، الطبيعي ان اي حد يقولها في اجواء مثل هذا.
والمطالبة بضبط النفس والديمقراطية والتحول الديمقراطي إلى مثل هذه الكلمات الدبلوماسية اللي شاهدناها في كل الأحداث. لكن لما يتقال خبر زي ده إن إحنا هنبعت قوات أو بنفكر نبعت قوات، أخشى إن تكون دي بالونة اختبار لحاجة أكبر، فعلينا إن إحنا نستعد إن إحنا نتأكد إن في اللحظة إن إحنا النسيج الاجتماعي بتاعنا في الداخل وهي بتتدخل في شؤون لا تعنيها أساساً. هي يعني المسألة خطيرة بدرجة ان احنا كل ما ده الملف ده بيتدهور كل ما بندي فرصة للأجانب انهم يتدخلوا في شؤون، هي دي الفكرة. ده اكيد، وده اللي احنا عايزين نوصله لكل الناس. مصر اليوم توابع ماسبيرو، البورصة تخسر 5.2 مليار، ووزير الصناعة بيقول ان الاقتصاد سيتأثر بالأحداث، وده بالتأكيد لان البورصة وقعت حوالي اكتر من بتاع 10 مليار من قبل الاسبوع اللي قبل. ما طبعا لسوء الحظ او للأسف او لكل التعبيرات تعبيرات الأسف الممكنة انه الخطة بتاعت اعداء الثورة بتنجح حتى هذه اللحظة. يعني احنا ماشيين في سياق قوة ما يسمى بقوة الثورة المضادة او الفلول او سميهم ما شئتي، كل فترة بتحقق نجاح وبتراهن على شعار مبارك لم يكن عبثا لما بيقول انا او الفوضى. احنا ماشيين في سياق للأسف الشديد بسبب سوء اداء الحكومة ان اعداء الثورة بيتجمعوا، صوتهم بيأكثر علوا، فيه يعني تكبير وتضخيم في المظاهرات الفئوية، فيه يعني بؤر بتنفجر فجأة، فالنتيجة بتبان في البورصة وبتبان في السوق وبتبان في الاقتصاد، ويعقبها النتيجة ايه؟ ان الشعب يكفر بالثورة وهيقول ادي الثورة بتاعتكم عملت لنا ايه. فبالتالي نعود الى المربع صفر ان احنا الثورة ما نفعتش الناس. ما هو صحيح على فكرة كلام حضرتك ده بيتقال على لسان تقريبا معظم المواطنين. انا بقول لحضرتك بيحصل ده بيحصل من مين بقى؟ يعني أنا عندي ثورة، ما ينفعش أنا يبقى عندي ثورة وأديرها بعقلية نصف ثورة. ثورة يعني إن أنا بغير أوضاع، ما ينفعش إن أنا أنتظر، ما ينفعش إن أنا واحد فاسد وعضو حزب وطني وكان له دور رئيسي جدا في إفساد الشعب والثورة والبلد وكل شيء قبل الثورة، وأخليه هو يبقى نفس المسؤول. هذا مش منطق. الطبيعي إن هذا الرجل هيعرقل المسيرة، هيعرقل كل شيء، هيبقى سعيد والثورة بتفشل. فأسيبه في موقعه إزاي؟ لو أنا مش عايز أقطع رزقه بمنطق قطع الأرزاق، أيوه، ما خليش الموقع مؤثر. خليه في وظيفته عشان عيشه واكله وعياله والكلام والمنظومه دي كلها والفتنه، بس ما ينفعش يبقى هو نفس المدير او القائد اللي بيتحكم فيه مرفق كامل او مؤسسه او هيئه او وزاره. هذا غير يعني ضد المنطق اساسا. لو رحنا للاخبار، خبر في صفحه 7 بتقول انه لجنه تقصي حقائق في احداث ماسبيرو وقريه المارينب، هذا القرار هتعمل ايه؟ هذا القرار طبعا صدر في اجتماع تكليف من مجلس القوات المسلحة، والحكومة اجتمعت امبارح 6 ساعات وقررت تشكيل لجنة تقصي حقائق. نتمنى ان تكون دور هذه اللجنة دور حقيقي. احنا عملنا عشرات ومئات لجان تقصي الحقائق واصدرت عشرات البيانات ومئات الاوراق ثم لا شيء. في مثل هذه الاشياء ان احنا نطلع بنتيجة محددة من الذي اخطأ وتكون واضحة المسألة، ميبقاش على طريق الدكتور السباعي انه خالد سعيد مره مات بالفافه بانجو ومره مات تحت العربيه ومره مات، يعني في 100 طريقه حسب الظرف اللي انت فيه. تطلع تقرير حقيقي يحاسب الذين اخطاوا سواء كانوا في الطرف القبطي او في الجيش او في الشرطه او مواطن او اي كانوا، ويبقى عقاب حقيقي عشان ما كررش. عشان الفكره من تقصي الحقائق ان انا بعمل درس للاخرين. بالظبط، ما ينفعش انك انت تعمل ده تاني، ولو عملته هيبقى فيه تبعات ومسؤوليه قانونيه كبيره جدا. فنتمنى ان هذه المره تكون فيه تفعيل لكل اللي هيقولوا عليه.